ممكن طبعا مش هعرف احفظ اساميكم كلها، بس ممكن لو تروح معايا ورقه يكتب فيها اسمي ويكتبها قدامي تبقى احسن. ممكن ليه بتكتب معايا مش عارفه كده ازاي؟ محمد انت في معاك؟ في معاك؟ معاك معاك زي ما قلت لكم احنا هنشتغل على الفين.com اللي هو بروجرام بتقدمه الاوركل ايديوكيشن فاونديشن او هو جزء من الاوركل ايديوكيشن انيشيتيف اللي هي المبادرات التعليميه اللي بتقدمها شركه اوركل للمدارس الحكوميه. وهنتكلم الاول بسرعه عن الاوركل ايديوكيشن انيشيتيف او اوركل ايديوكيشن فاونديشن. هي كوربوريشن نون فور بروفيت، هي غير هادفه للربح، لان طبعا كل البرامج اللي بتقدمها للجامعات والمدارس يا اما بتبقى من غير فلوس يا اما بتبقى باشتراك رمزي كل سنه. الاركل ايديوكيشن فاونديشن بتسبورت اثنين بروجرامز، اول واحد الثينك.com اللي احنا هنشتغل عليه، تاني واحد هو الثينك كويست. الاركل ايديوكيشن، اركل بتقدم ايه للتعليم او ايه هي المبادرات وبتبقى من سن كام لكام؟ من سن 7 ل 18 سنه اركل بتقدم الثينك.com، زي كويس من سن 9 سنين ل 19 سنة. التو بروجرامز دول بنقول إن هما ليرنينج وكولابوريتيف تكنولوجي، يعني هو بيبقى بروجكت بيست ليرنينج، بتبقى مشاريع أو تيم ورك، يعني مش الطالب بيشتغل لوحده أو مش بيتلقى معلومات بس، لا هو بيشتغل وبيشارك وبيعمل أبيلز. الأكاديمي ده بروجرام تاني بتقدمه أوراكل، بيبقى من 15 ل 19 سنة، ده للمدارس الثانوي وأوائل سنوات الجامعة. بعد كده في بروجرامز اوراكل بتقدمها للجامعات طبعا 18 سنه فيما فوق. اول حاجه هنتكلم عليها هي ثينك كويست. ثينك كويست ده ويب سايت في مسابقه انترناشونال كومبيتيشن تو بيلد ذا بيست ايديوكيشنال ويب سايت. هو ويب سايت بتبقى فيه مسابقات بتتكون من مجموعات من التلاميذ، من 3 ل 6 تلاميذ، بيبقى اعمارهم 9 ل 19 سنه. بيبقى في موضوع معين بيبتدوا يعملوا عليه بحث وبيعملوا الويب سايت بتاعهم على الثينك كويست. وزي ما قلنا ده بيبقى بروجكت بيست ليرنينج اكسبيرينس، يعني انا مش بدي للطالب المعلومات وهو بيتلقاها وخلاص، لا انا بدي له عنوان المشروع وهو بيبتدي يعمل البحث، بيدور على الانترنت، بيدور على الثينك كويست نفسه، وهو اللي بيعمل كل حاجه وبيبني الويب سايت بتاعه على الثينك كويست. طبعا بيبقى في الجروبس اللي بتشترك في البرنامج ده بالكومبيت فور اكسايتنج اورد، بيبقى في جوائز طبعا للمجموعات اللي بتكسب. الثينك كويست بنقول عليه ان هو ريسورس لايبرري، لان الثينك كويست ده كل الناس كل المدارس اللي في العالم اشتركت فيه قبل كده.
كده في ناس عليه اكتر من 5500 ويب سايت. ال 5500 اديوكيشنال ويب سايت هي سايتس تعليميه عن موضوعات مختلفه، فانت المدرسين والطلبه بتوع المدارس ممكن يستعملوه كمكتبه او كمرجع ان هم يرجعوا له. ايه اللي يخليني ادور على فين كويست وما ادورش على ويب سايتس ثانيه معروفه؟ الفين كويست بيبقى عاملينه طلبه، ولما الطالب يدخل عليه وبيدور على موضوع معين اسلوب الويب سايت نفسه بيبقى سهل بالنسبه له، لان هو معمول من الطلبه وللطلبه نفسه. وطبعا هو بيستعملوه ملايين الطلبه والمدرسين في العالم. فده الثينك كويست المسابقه، هو الناس بتعمل ويب سايت وبرضه بنستخدمه كمرجع لاي معلومات احنا محتاجينها. الثينك دوت كوم اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، هنتكلم الاول ازاي جت فكره الثينك دوت كوم، ايه اللي يخليني اعمل ويب سايت للمدارس. My party book, you know.
البيلدنج اول بيج عندي، وازاي بعمل بيلدنج للبارنتس بيج، البيج الاولياء الامور بيشوفوها، وجوه كل واحده في ايه، والميديا مور والانتر اكت وكل حاجه. وكلمنا عن الايميل، وكلمنا ازاي بعمل سيرش على الناس وانتر اكت مع ناس على ting.com عامه، مين اونلاين ومين ممكن اعمل له اد وهكذا. اوكي، بكره هنتكلم عن حاجه اسمها بروجكت، هي ثالث حاجه البروجكت دي المشروعات اللي احنا بنعملها على ting.com، ازاي بنعملها ازاي وايه لازمتها. وهنتكلم طبعا على الادمن تول ازاي، لان انتوا زي ما قلت لكم انتوا هتبقوا تيتشر ادمن، انتوا مسؤولين مش بس عن الطلبه اللي في المدرسه، لا كمان عن المدرسين التانيين. فبرضه هنتكلم على الادمن تولز، هنتكلم على بقى السبورت والهيلب والحاجات الايكونز الصغيره اللي فوق، لكن دول طبعا اللي هم اهم حاجه او دول الاساسيات في الفيلم. ايميل خلصناه، اتكلمنا عن الايميل. يبقى هنتكلم بكره عن البروجكت، نيملي هيبقى البروجكت الادمنستريتف تولز والسبورت والهيلب على الفيلم. في حاجه عايزين نعيدها؟ كل حاجه واضحه؟